الرياضة أنا قادر عليهم، راسم خططي بكل دقة وعارف أدخل لهم منين، لكن إيد لوحدها ما تسقفش. وما لو هتعمل اللي نفسنا فيه كلنا هنسقف معاك. أنا عايز كل أعضاء الشركة اللي مش محترمة دي يحطوا ايديهم في إيديا، الحقد والجهل والفقر كلنا نكون إيد واحدة. واحنا بقى نشتغل وانت في الاخر تاكل انت السمكه الواحده، وحياه مامتك يا سرطومة بقى ما تضايقنيش. لا سبق سماك حفظ، المره دي كلنا مع بعض ايد على ايد، مش هما برضو بيعملوا كرتون اسمه ايد على ايد؟ معقوله سرطان مش طمعان في السمكه الواحده؟ سليم المستشفى فاتورتهم زادت معايا، من سليم مستشفى 57. أما السمكة فخليها لك أنت والحق. السمكة أنتوا أصلا مش عارفين إيه اللي هو السمكة. السمك ده طعمه جميل قوي يا بوي. ده أنا اصطدته من البحيرة يا ابني، البحيرة اللي بنصطاد منها بقالنا كام سنة، سمكها كبير وخيرها كتير. خالد قال لي ان مستشفى 57 هيعملوا حملة توعية للصيادين في بلدنا، لازم نكون وياهم يا بوي. يا طارق ركز انت بس في امتحاناتك، وبعدين دول هناك في مصر بعيد عننا ومش عارفين حاجة عن بلدنا. لا يا بوي، المستشفى دي بتاعت مصر كلها ولازم نساعدهم. حاضر يا سي طارق، من عيني. حاضر يا سيدي هنساعدهم. ايه يا طارق مالك يا ابني؟ شوية صداع بس يا ابويا بقاله فترة. خد لك اسبرينة وهتبقى تمام، ريح انت شوية وحتصحى كويس ان شاء الله. كده بقى يبقى الخطة ماشية تمام. لا 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 مش تمام مش تمام. على العموم كمل، قول بعد وصول سليم واعوان وسرطان. ها هيعملوا ايه يا ولدان؟ مش هيلحقوا يعملوا حاجة. مش عارف، انا مش مستريح لك، انا شاكك فيك يا سرطان. دايما النجاح في اوله محدش بيصدقه، ولا ايه يعني هو النجاح؟ الله منظر البحر حلو قوي. يلا يا جماعة وصلنا، هنروح دلوقتي على الفندق ننزل الشنط، وبعدين ناكل اكل السمك جمدة. مش وقته يا علاء، احنا عندنا شغل كتير. هما اللي بيشتغلوا ما بياكلوش ولا ايه؟ هنتقابل بعد ساعة عشان نبدأ خطة العمل، وانا هتصل بخالد عشان يكون معانا. خالد مين؟ ده واحد من اصحابنا المتطوعين وهيكون معانا طول الرحلة. انا لازم اسيبك بقى دلوقتي يا طارق عشان عندي ميعاد مع سليم وصحابه. انا كان نفسي اجي معاك بس ما قلتش لابويا. ان شاء الله تنضم لينا وتكمل معانا حملة سليم واصحابه. انا عن نفسي هعرف اهداف الحملة ايه وايه اسبابها، وهكون اول واحد معاكم. صداع جامد قوي يا خالد. ايه ده مالك يا طارق؟ من امتى بيجيلك الصداع ده يا طارق؟ من اكتر من 3 شهور. لا انت غلطان يا طارق، انت لازم تقول لابوك ولازم تروح تكشف. الحقني يا خالد. ايدك على ايدي شوف وصلنا لايه، شوف سهر ليالينا بالذرة طرحت نور شاشة قلبنا بيعشق.
الفجر نور شقشق قلبنا بيعشق حلمنا ويمشي. هات ايدك على ايدي شوف وصلنا لإيدي.